دراسة الهيكل التنظيمي لإدارة الجامعة وتحديد اختصاصاتها. النقطة الثانية دراسة مشروع اتفاقية الشراكة بين الجامعة وجمعية ابناء التدريس للتنمية والتواصل حول تدبير وتسيير النقل المدرسي، في حين تم تأجيل النقطة دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2017 بسبب عدم توصل الجماعة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة. ودون أن أطيل على مسامع حضراتكم، أفسح المجال أمام السادة الأعضاء باب المناقشة لإغناء الحوار الذي أتمنى أن يكون موضوعيا وجادا وذو قيمة مضافة فيما يخص استشراف فرص تنمية الجامعة وخدمة مصالح ساكنتها في غد أفضل ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار بعيدا عن المزايدات والكلام الذي لا يرجى من ورائه فائدة. وإذا سمحتم أعطي الكلمة للسيد المقرر من أجل تقرير ديال الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، فليتفضل. مشكور. وحيث ستكون البداية أولا بالجزء المتعلق بالمداخل والتي سيتم التصويت عليه إجماليا. أما فيما يخص الجزء المتعلق بالمصاريف سيطبق عليه تصويت باب بيجان فيما جرت به العادة. والآن سأعطي الكلمة للسيد المقرر لتلاوة عاود الإخوة وزع عليكم كامل توزع عليكم تفضل السيد المقرر. الميزانية هي مازال ما جاتناش، حنا كنناقشوا الميزانية، يعني كنوضعوا كنفتحوا في واحد خطأ كبير. أن توقعات الميزانية ديال هاد السنة فيها التغييرات، فيها النواب، فيها الرئيس، فيها المستحقات، وحنايا كنبنيو هنايا المعطيات على فراغ. من الملتمس ديالي نناقشوا الميزانية ولكن خليوها حتى نتوصلوا التيفيا عاد نشوف المعطيات صحيح. اليوم راه كنناقشوا على فراغ. شكرا السيد. شكون اللي باغي يدخل؟ سيد الاخ 15 هذا ما زادش الميزانيه، ما جاتش الميزانيه، ما عرفنا غاتجي لنا قل ولا غاتجي اكثر، وحنا كنوقعوا كصوت صافي الله يجعل البركه. اذا كان كلشي كنديروه هنا بحال الا عندنا وزاره الماليه هنا، شفنا التيفيا، شفنا كلشي. اذا ناجلوا هذا الشيء حتى تكون الميزانيه، حتى تشوفوا الواقع علاش غنصوتوا علاش غنبينا قبل ما نبداو كنتجلنا. ايوا السيد الرئيس ما قولهاش الحق نبداو على الحصه الماضيه. ولكن دابا راه كاين تغييرات. ما كاين لا تغيير لا والو. كاين تغييرات. كاين تغييرات. نعم نعم. غنطيحوا في مشاكل، ما غنطيحوا في العجز. غالبا غالبا حتى تم راه عندنا العجز. غالبا طبعا الحق غادي يكون العجز. غالبا راه كاين شي مسائل تزادوا الجماعات فهمت ولا لا؟ راه كاين العجز بطبيعه الحال غادي يكون. ايوا حنا ناقشوا الميزانيه نشوفوا بعدا غنطرحوا غنبنيو على ما غادي نوصل. راه عندنا ميزانيه تنوع مقبوله، عندنا مقبوله، عندنا شنو غنديروا مقبوله؟ عندنا مقبوله، شنو غنديروا مقبوله؟ غنبني على فراغ. حنا كي جرت العاده وهذا الشيء دابا الا ما كانتش التقنيه كنعتمدوا على الحصه اللي جاتنا السنه الماضيه. ملي قلت لكم ميزانيه في المسار عادي اليوم كاين تغييرات تجاربي العمل واحد العدد ديال الجامعات راه اكثر من 50 مليون غتخرج غير التعويضات ديال النواب والرئيس والاخرين. سعادي عندك المستجدات راه اخذت بعين الاعتبار. دابا راه درنا هنا تعويضات كانوا غير 140000 درهم، دابا وصلناها 500000 درهم 50 مليون. هنا شنو عندنا التعويضات ديال الرئيس؟ ديال الرئيس وذوي الحقوق يعني. عندنا 27 200 و
أول الفصل الأول الأنشطة المجلس تعويضات الرئيس من المستشارين 140,000 وصلنا هذا بقى 50 مليون 500,000 درنا الحساب لهذه التعويضات ديال الرئيس والنواب ورؤساء اللجان والنواب ديالهم كاتب المجلس إلى آخره. ضربنا الحساب داك الشيء اللي جانا على حساب داك التعويضات اللي جات من المرسوم ديال الوزارة الداخلية. يعني ما عندناش إشكال في هذه القضية ديال التعويضات هذا كاين. المهم على أي من أنا كنشوف جارك العادة قبل ما نبداو في الآخر كنقولو دابا هاد الشيء حتى حنا ما عندنا حتى شي مانع دابا ملي الآخر داك راه المصاري كاين السيد الرئيس علاش السبب ما كتجيوش تهجموني علاش؟ نعم ياك دابا هاد الشيء ديفود مثلا ديال وزارة المالية اللي مكلفة هي دابا ما صافتش أي الحصة وعلاش حنا ما نأجلوش حتى تجي؟ حنا غادي نرجعو للدورة الاستفلائية حنا دابا حنا غادي نرجعو ومشى السيد وزير راه طويلة فوق كنتجنا ولكن دابا بعد ما السيد الرئيس كبير ومع فاحنا دابا قداش نأجلو؟ على أي على أي قلت له في البداية كان مستعد باش نأجل خاطر عندنا دورة استثنائية في البكالي عندنا دورة استثنائية ونأجلوها ولكن دابا سي بروطا على أي المناقشة السيد الرئيس من 15,000 حتى 20,000 هنا المصاريف اللي خدمها ولي تعامل الاستقبال يعني نقصوا منها علاش غادي نزيدوا فيها؟ كيفاش نقصوا منها؟ لان يعني كاين المصاريف مقبوله كاين 5,000 راه كاين كاع اللي ما صرفناش كاع لا نقصوا منها راه كنديروا تعديل الميزانيه سيدي واخا فين كنديروا التعديل يفصل جوج 10 30 90 91 مصاريف الإقامة والتعامل الاستقبال 0 2 10 10 20 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
لا دابا هي الوزاره كتقول لك هادشي الميزانيه كيبغوا الاعلان وهذا الى على واحد النصف ديال سيصدروا لاحقا يعني راه ما تصدرش شي راه في المغرب كامل هادشي لا لك هذا التعديل ما كنهضرش دابا كاين شوف بالنسبه للتعديل هو حنا دابا عندنا هنايا عندنا 2017 2016 2017 المقبوله حنا عندنا حق نعدلوها اي دابا حنا غير كنقترحوا هذا 2017 هذه واحد ما اقترحتوها لا حنا كنبغيو نعدلوها دابا عندنا تعديل ماشي مشكل بالك خصكم تراعيوا هذا الفائض خصكم شوف اسي دابا غادي يكون مهم شوف حنا راه درنا لا شوف شوف سي دور سي الا بغيتوا شي حاجه نعدلوها اسمح حنا كنوجهوا الميزانيه راه الميزانيه اللي هضروا بصفه عامه هنا الميزانيه ما توجهاش اشنو هذه الميزانيه هذه شي راه العادات شي راه الجير شي راه ما عندها شي تنميه هنايا كاع ما كتلمسها ما كاينش المواطن هنايا كتلمسوا داخل هنا كاع كاينش شي راه داخل لا انا كنهضرش ماشي حنا اللي كنديروا كيجيب الله الوزاره وعلى حسب الجامعات كامله عندنا الصلاحيه في الميزانيه ديال الرياض وكنقول زعما واخا واش عطينا شي تعديل اللي ديروا هادشي احنا راه كنعطيو لك راه وين عطيتي؟ عطيتك عرفت الفصل زيد عطيتنا شي مصاري الاقامه وتعامل الاستقبال فين اش كنستقبلوا شي واحد كندير شي اتعام كندير شي حاجه علاش نديروا فيها 1500 ولا هاد وزدوا هاد الجوج زيد كاين الاخر كاين اجور الاعوان العرضيين حنا كنخلصوا هاد الشيء ديال الاجور العرضي عندنا زدنا ب 10 ردينا 14 واش عندنا حنا الاعوان هنا لا عندنا علاش ما عندناش شحال عندنا ما كيتقاضاش هذا المبلغ هذا علاش عندنا دابا حنا ما تعرفوش غادي ربما غادي تجي شي حاجه طريقه ولا ما عارفينش غادي كي غادي دير باش تخلص الناس حنا ما كنكبرش دابا راه كنشوفوا اللي كنشوفوا دابا وراه 10 مليون كافيه هنايا 10 على جد ما كافيه كاع مشى عندنا الاول عندنا 5 ولا 4 هنايا كاين الاخر كاين الصيانه واصلاح الاعتيادي للمعلم الاخر العدد المعلوماتي وكتجيو كتعاودوا له عاود هنايا عاود لوازم مكتم الاخر سميتو لوازم العدد التقني والمعلوماتي هذا كل فصل بوحدو هو نفس تقريبا ما نقصه من الميزانيه الاخر بوحدو وفصل الاخر بوحدو كاين الاخر كاين شراء الوقود كيف وصلنا دابا زاد علينا حنا المازوت نعم زاد علينا المازوت فين زدنا المازوت زدنا 90 راه في السيفر غادي وكاين شي راه خشب من الخشب حنا كنشوفو شي خشب ولكن دابا داك الشيء راه كاين في الاخر لا نشدوه الميزانيه نشدوها
رشدوها. أنا ما عندنا ما نديرو الفايض، اللي كيعتمد الفايض فايض، حنا ما كنعتمدش الفايض. حنا كان عندنا ميزانية تتصرف. حنا كنستناو الفايض راه ماشي ما راهش بالمية، حنا غادي نشوف الإفلاس. المهم أنت التحديدات ديالك هي غادي أنا كنفديك، كان شراء مواد حديدية وقواعد نسبة جمعية، حنا كان عندنا جمعية عندنا شي وقت الحار عندنا عندنا والو. كاين شراء الزجاج، حنا كنشريو الزجاج. فين كنديرو هاد الزجاج؟ الحاجة اللي كتكون معدة في الميزانية راه كتكون اللي تصرفت راه تصرفت، اللي ما تصرفتش كتصرف. سيد الرئيس، سيد الرئيس، أنا كندافع على أساننا نرشدو الميزانية ونوجهو الميزانية. راه ملي كنوضعو الميزانية، اللي كيوضع الميزانية راه كيسهر على توجيه الميزانية. ماشي كنعمرو، اسمح لي اسمح لي. سيدو الفشادي يحول ولا لا راه غير كنناقش. وحنا دابا كنقول لك انت دابا حنا فشحال خطرة حنا كنديرو التحويلات. لا أنا كنناقش، أنا كنناقش. الحاجة اللي كتكون شي حاجة طارئة ولا شي حاجة اللي كتكون جاية في الآخر كنديرو التحويلات. هذه ميزانية ديال 8 8 فرص جوج عشرة زيرو جوج ثلاثين عشرة عشرة أحداش شراء شراء الأغراض إيه وشراء الأشر شراء أشر الأغراض ثاني عاوتين شراء الكواديس ومجمع المياه من السور ناتش شيء كمان مخبع شعري ما عندش راه كنديرو هو بعد إلى ما قدرتش شيء مشكل لا واخا مقترح هذا راه كنقول راه ما كتفهموش اللي كنهضر كنقول لكم توجيه الميزانيه راه خص الميزانيه توجه السعادة لان راه غير فهمنا بعدا سمو بغيت ديالنا في الصوره بعدا لان حنا دابا هذا تبويب وياك اسمح لي تبويب هذا الفصول هذا تبويب بمرصوب وياك دابا حنا هاد الفصول خصنا نخليوهم مفتوحين ونقسموا ياك ياك السعادة واخا دابا غير نتفاهموا بعد دائما خصنا نديروا فيهم واحد النصيب ونقسم المبلغ اييه مزيان دابا انتم الاقتراحات ديالكم بالنسبه ل 2017 اقترحوا اقترحوا باش نسجلوا هاد الاقتراحات ديالكم ايوا راه كتبوا 5000 ما ردوهاش 10000 مرحبا حنا غنسجلوا هاد الاقتراحات ديالكم راه هذه هي الميزانيه هذا هو الاعداد ديال الميزانيه يقول لك شنو نقول مقترح انا مرحبا ويقول لك فين عندك 5000 فين عندنا الساعه هذه فين عندك 5000 عوض 10000 لا لا نديرو 5000 لا هذا هو الاقتراح هو الدور ديالنا احنا 1000 درهم علاش 10000 درهم يا 1000 درهم انا شوف اسيد الراي عندي يعني مجموعه ديال الملاحظات على الميزانيه كنوجهها للسيد رئيس اللجنه ديال الماليه على اساس انه ياخذ يعني اعتبار هذه المقترحات اول دار من ناحيه المداخيل ضروره احداث السوق الاسبوعي بغض النظر عن مشروع العمران الذي طال انتظاره العمل على تبسيط الاجراءات المتعلقه برخص البناء هذا تدخل لدى وزاره الداخليه وخاصه المديريه الماليه المحليه من اجل الرفع من قيمه الموظفات التيفيه من ناحيه المصاريف ضرورة ترشيد نفقة الإنارة العمومية التي وصلت إلى حدود 220 مليون سنتيم تفعيل توصية لجنة المرافق العمومية وخاصة قطع الكهرباء على المصابيح من فئة 250 والمصابيح متعددة بالمنازل أي بمنزل واحد يجب تفعيل مقررات المجلس من ما الفائدة من هذه القرارات إذ لم تطبق وتنفذ يعني نحن كنخدم مجموعة قرارات في هذه السنة اللي فاتت وما نفذنا منها حتى شي حاجة لماذا كثرت الدورات؟ كثروا الدورات بدون فائدة إذ لم تكن في مستوى طموح السكينة لماذا كثرت الكلام الذي لا فائدة منه؟ ما الفائدة من وجود المستشارين الجماعيين إذ لم يقوموا بدورهم والواجبات الملقاة على عاتقهم وتمثيل المواطنين أحسن تمثيل وأستمع سنة شكرا